على طريقته الكوميدية قلد الممثل علي ربيع نجم فريق مسرح مصر الفنان أحمد السقا من خلال مسلسل الكوميدي سك على أخواتك، وجسد علي ربيع مشهد شهير لأحمد السقا في فيلم أفريكانو. والطريف أن النجم أحمد السقا عجبته الطريقة الكوميدية اللي قدمها علي ربيع ورد عليه وقال مبروك يا علي وبالتوفيق، ومبروك المنتج الخلوق صادق الصباح، ربنا يكمل نجاحكم.